تحول منزل رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران في حي الليمون بالرباط إلى قلعة محصنة تحرسها من كل الجهات قوات الأمن حتى لا يقترب من مسكنه أي أحد أثناء خروجه أو دخولها. والأدهى من ذلك أن قوات الأمن أصبحت تدعو المواطنين إلى المرور على الرصيف الآخر المقابل للمنزل. وكان بن كيران قد رفض أن يقطن في الإقامة التي وفرتها له الدولة، وهو ما أثار له جملة من المشاكل لما بدا العاطلون من مختلف أفراد شرائح الشعب يقتنصون الفرص لاقتراب منه عند عودته أو خروجه من منزله لقضاء حاجتهم.